خليك بالبيت، احمي دارك، احمي جارك، احمي اطفالك وعيالك. الوطن إلنا والمستقبل ان شاء الله إلنا، وسننتصر على الكورونا بامر الله ووحدتنا وتلاحمنا والتزامنا بتعليمات الدائرة الصحية في الوطن. وعلينا أن نحافظ على بيتنا وأن نقوم بنفسنا بالحجر الصحي على أنفسنا حتى لم نكن مصابين. آمنين من الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنكم وعنا وعن كل وطن في الشر، وأن تبقوا سالمين غانمين، والمستقبل والغد لأطفالنا وبيوتنا وتأسيس حياتنا ونظامنا وعدالة ربنا في الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطبق رحمته علينا. طبقتم حماكم الله من كل شر وسوء. وسحافظ أمين عام اتحاد فريق فلسطين، خليك في البيت.